السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم. ان شاء الله غادي نهضروا على القضيه ديال الثمن وديال الفرق ما بين الجمله والتفريد. بزاف ديال الناس اللي كيديهم غلط، ياك. مرحبا بكم معنا، حنا في سوق وجده، تبارك الله الخير موجود. شوف تبارك الله، هذا هو راه السوق مع السي كساب ديالنا، ولا كساب سبايبي كساب معنا كساب. تبارك الله، سميه حسن حسن لوكيلي، هذا مبني وكيل، يعني ولاد البلاد هادو. ماشي مشكل، القضيه السي حسن بغينا نفهمها الناس. بزاف ديال الحوايج كيوقعوا، كنمشي نسول كيقول لي الحواله ب 250 الف جمله، 320 بالتفريد، بزاف 70 الف ديال الفرق ولا 50 الف ولا. ولكن عاوتاني الغنم راه ماشي مقاده. حلاش الا لقيت بحال 220 حولي تلقى فيهم 7 ولا 8 زينين، ياك يفوتوا 300. واو، كاين تاع 210 200 يخلطوها. مور الخضره تلقى الوجه نتاع الخضره مزيان، يدخل تحت مور الخضره يبيع ب 80 ظروف، التالي يبيعها كرجه ب 2000 فرق، الصديق يبيعها ب 2000 فرق. يعني فاش كانت تقدم الجمله كانت تقدا علاش؟ فاش كيبقى يبيع غادي يبيع ب 310 باللون، يبقى لا بد العزله تنباع بالثمن. لحقاش انا فاش غادي يختار له في اللون اختار له الحوالي الزين، غادي وكتلقاش. لا لا، لو كان جيت تشري انت غادي تدي هذا ولا تدي هذا؟ غندي هذا. ايوا هذا راه فرق، هو هذاك ب 200. ساعة سبعة قلنا فين عندك، واش انت فين عندك المحل؟ وين عندي انا في بني وكيل. وعندي في فيلاج كولوج. فيلاج كولوج هذا بلع. وعاود في العيد نحطو قدام اناناس. اناناس؟ طريق الحبوس. طريق الحبوس. يا قلنا التليفون ديالك باش الناس اللي بغاو يجي عندك. 076 11 22 97. عقلها ساعة ساعة. لقيتو خويا مرحبا، راه كاين خير من هذا. تبارك خير من هذا. خير من هذا. وريني. ولع. سي حسن بالنسبة لهذا الثمن ديالو؟ لا على حساب 600 550. 655 ديك الجوعة. وهذا كبير هذا؟ لا لا، هذا غير باعي هذا، وكاين ثني. غير باعي، تبارك الله. ولكن الخير تبارك الله. عجل تبارك الله. جبت بنات تاع عسل. جبت. اشوف تبارك الله الحوالي قداش. جبت السي قندوسي. شي واحد زين. لا ما جبناش زين، جبنا من طرف. جبنا خويا غير من طرف. راه هذاك السلعه كلها زينه. زين تبارك الله. هذا السردي وهذا البرقي. هذا السردي. واو، هذا البرقي. وهذا البرقي. هذا البرقي. تبارك الله. بحال هذا با حسن شحال داير هذا؟ زيد اودي زيد زيد. هذا داير 500. 500؟ واه. راه السوق. راه السوق. راه السوق تبارك الله. وديال برقم هذه، السمرتاع نتاع برقم. برقم ديال برقم. هذا نتاع عقيد السدرة. تبارك الله. وهذاك السردي هذاك هذاك ليه؟ هذاك راه 350 400 كاين نتاع 500 كاين. تبارك الله. مخلطة. علاش قلت لك اودي الجملة؟ واه. هادو هما فينا عطاوني فيهم، هادو عطاوني فيهم 380 هاد الجوج هاد. هادو؟ واه 380 380، شو كي داير الحول؟ واش عطاوك فهاد تبارك الله؟ 380. واه. واش هذا خروف ولا؟ لا هذا رباعي، هادو غير رباعيين. كاع رباعيين هادو. هادو غير رباعي، أنا راك عارف. هادو بجوج، هادو بجوج، هادو خوت. واه خوت. واه. هذا عاود ها هو فيها. هذا عاود سوا عطاوني فيه 450، ها هو. هذا شو الحولي تبارك الله، فيه جوج ميطو تبارك الله. شحال سوا هذاك؟ شحال؟ سوا 450. وشحال باغي فيه؟ واللي بغيناه ما عطاوه لناش. تبارك الله. ولا كتب لشي واحد مرحبا نديرو معاه حتى. تبارك الله تبارك الله. المكتب ديالو. وكاين تبارك الله قلت لي ما كبر في العين. يا الخير تبارك الله، كاين الخير. قهوت انا ناقص. شحال الحولي شحال راه كالي؟ واه. هذا راه كالي 300. العلب غالي. 300 راه كالي، 300. تبارك الله. احسنوا العون عاود الكساب ويحسنوا العون. بقاو يهضروا غير على السوق، يهضروا على صوالح. راه جبنا صوالح. سي حسن واحد الدولار. واه 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 واه. سي حسن. نعم. المشكلة الناس بزاف، هني الله يحسن العون. واه. الحوايج طايبة. يا خويا حنا راه حنا شي مرات نعاونوا بجيبنا. واه. كيجينا حتى حنايا المسكين راه حنا نعرفوه، والله لا نخليو لهم جيبنا ونبيعوا له. الحوايج طيبة سي حسن. بزاف الناس الله يحسن العون. راك عارف ما فاتش العامين ديال كورونا ياك. وزيد على الخدمة قليلة، وراك عارف الفلوس ما راهش. هذا الدومين شكون اللي غلاه؟ غلاوه الباجدة اللي ماشي حلايفية. بحالاش؟
بحال اخويا الراجل يخلط يدي الفير ما يبقى يدي واحد يقول لك انا بعت ب 600 بعت ب 500 داير الاشهار صاحب الفلوس يشريو بالثمن يخلط يقول راني ماركيت لك حوالي بشحال ب 600 يماركيه له ويمشي يجي للسوق هنا يغلي علينا السوق فهمت لقاش يبيع ب 600 يبيع ب 500 واه يخلط على السوق على الصباح يدير له الثمن يعطيه في هذا 400 في هذا 500 في هذا 350 حتى واخا قاعد تجي تبيع وتشري ما تزعمش السوق يغلي وهذا اللي دوك يبيعوا برا صحاب الشكارة صحاب الشكارة وعنده صحابه يبيع لهم غير في التليفون يصور ويصيفط له باش ما قال له يخلص وحنا بشحال ما قلت له يبكي عليك يدراوش يعني كاين اشياء وما يوكلوش الماكله اللي نوكلوها حنا يديه يبيعوا له يعزلوا يبقى يعطيه غير التبن حنا وليدي كي نبيعوه له يزيبوا عاد احسن نهار يجي وبالشهود زعما ماشي تقول راه كنت مال الدومين احنا ماشي ولا الدومين احنا راه احنا ما نبغيوش على هذيك السيبه تضيع احنا تشفنا بالعربيه عندنا هنا الحولي الا شفناه مثال غير تمشى نعرفوا واش راه مريض ولا فيه انت هاد شوف فيه بوصفير واش فيه ساعه ساعه الوجع واش ساعه ساعه نعم. وقع لك كيما وقع لنا في البيكاله نعم كان حسبها من كنشوف فيها كنحسب وحده من ولادي دوك انت هاد الحوالي هاد اللي كتشوف فيهم في والله الا كيف بالك بحال ولادك انا كان كنشمو ريحتها عينينا ينحلوا الله يكبركم بخير امين نجي نزوركم ان شاء الله والله يجعل ربي يسهل على كل واحد امين هادشي اللي